الناس دي ازاي؟ ده كل واحد ليه رأي وكل واحد ليه فكر وكل واحد مفيش أي حاجة فيها بلان أو خطة إنها تمشي عليه، كل واحد ليه خطته الخاصة بيه وعايز يمشي بيها وعايز يوصل بيها وعايز يعمل بيها كل حاجة. طبعا هاخد حضرتك بقى شوية في الكورة، معانا نجم النادي الأهلي كابتن سيد حمدي. مساء الخير يا كابتن سيد. مساء الخير يا كابتن سيف، أخبارك إيه، عامل إيه؟ الحمد لله كله تمام والله. معايا كابتن ياسر رضوان منورني في الاستوديو. تحية طبعا لكابتن ياسر. ربنا يخليك. دلوقتي يا كابتن سيد يعني لهجتك متغيره خالص عن يوم ما عملت معاك المكالمه، يوم ما كنت ماشي وفي خلافات وبتاع، دلوقتي بقيت نجم من نجوم النادي الاهلي. والله الحمد لله، يعني هو طبعا كرم من عند ربنا، الواحد صبر شويه، والواحد كان عنده اصرار طبعا وثقه في نفسه، ولو انا ما اتكلمتش او ما اجتهدتش ان انا بطلب بالفرصه ما كنتش هبقى لها دور في النادي، وده اللعيب اللي هو المفروض ان هو ما دام موجود في مكان يا يأدي فيه يا يبخش في مكان تاني، فانا ما كانش عندي اي خلافات خالص غير اللعب، يعني مشاكل وديه ما كانش فيه خالص، لكن كمشاكل لعب هي بس كانت وجهه نظر، لحد ما ربنا كرمني واقنعت الجهاز الفني ان انا ادي المشاركه، الحمد لله ماتش عن ماتش برضه بزيد الحمد لله وبكسب ثقه الجهاز، واتمنى يا رب ان شاء الله الماتشين اللي جايين برضه افضل ما اساس ان شاء الله. يعني هل كابتن سيد هل حصل حديث مع الكابتن حسام بدري بعد يعني اللقاءين اللي فاتوا؟ هل خلاص بقى في حديث ان هو هيعتمد عليك اساسي؟ هل اتكلم؟ هل اشاد بمستواك؟ هل كان في فجوه او في يعني جليد وذاب ما بينكم؟ بص، هو طبعا اي جهاز فني لما بيشوف لعيب في فورمه كويسه وبيتمرن كويس وبيزيد ماتش على ماتش، فطبيعي ان هو بيبقى حاطه في الحسبان، يعني انت فاهمني، ما بقاش في جلسه وديه، لكن الواحد لعيب بيقرا الجهاز اللي قدامه ان بيبقى فيه اهتمام، لكن كجلسه وديه لا، الجهاز الفني مهتم بكل اللعيبه اللي موجوده عنده في مكاني واللي في غير مكاني، ببقى انا حاسسها يعني، لكن يعني اتمنى ان شاء الله ان الاحساس اللي عندي يستمر للنهائي الحمد ان شاء الله. كابتن سيد كنت برضه في انتظار عده عروض الفتره اللي فاتت، هل بعد التالق في النادي الاهلي ممكن تنتظر عروض اعلى ولا خلاص بقت محطتك القادمه او حلمك النادي الاهلي مكمل فيه؟ والله كابتن سيف، عشان ما اكونش يعني بكذب او حاجه زي كده، هو العرض اللي جاني ما كانش له علاقه خالص بوقت ما انا كنت زعلان، يعني هو وقت ما كنت انا زعلان ما جبتش عرض، هو العرض جالي صدفه، يعني ان في حد كلمني وكيل اعمال اسمه شريف مشالي قال لي في فرقه كذا 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 انا متعاقد معاهم وايه رايك؟ قلت له انا ما عنديش مشكله، عرض الموضوع، بس لازم يكون جد عشان انا لما اتكلم يبقى في حاجه. قال لي خلاص ماشي، فشاف المقابل المادي للنادي الاهلي عايزه، وقبل ما انا لما العب يعني شاف المقابل المادي للنادي الاهلي عايزه، وبناء على كده قال لي خلاص في شهر واحد ان شاء الله انا هكلم الفرق، ولو في نصيب هنخلص، يعني النادي الاهلي طبعا لو وافق هتبقى حاجه كويسه، ما وافقش طبعا شرف ان اكمل في النادي، ما دام انا مبسوط وبلعب مش هيبقى عندي اي خالص يعني. كل التوفيق يا كابتن سيد، كابتن سيد حمدي نجم النادي الاهلي، كل التوفيق ان شاء الله في المرحله القادمه. كابتن ياسر طبعا يعني قاعدين بنتكلم على مصر مصر، وبعدين انا عارف ان انت مش معانا خلاص.